يلا جاهزين اكشن. انت بتهزر يا عم، انت لسه ما لبستش. هما سنتين بالظبط والله يا بلاص. اما نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. ها شفتلك؟ هما سنتين بالظبط. لا ما انا عارفاهم هما السنتين دول. اتفضل بقى كلمهم وشوفهم بقوا فين. الو انت فين يا ابني؟ لا انا لازم اجيب تاكسي اهو، ما قلنا لك تقف في الشارع. طيب ماشي. سلام. ملا ممكن تجيب لي ميه؟ عمرو انت تمام؟ انا عطشان. حد يجيب له كوبايه ميه يا جماعه. طب ايه تمام؟ نبتدي يا عمرو ولا ايه؟ يلا اوكي يلا نهدى يا جماعه الصوت بعد اذنكم. اكشن. انا عمرو صلاح مهندس ديكور، عندي 25 سنه، متجوز بنت زي القمر اسمها ملك، ويا ريتني ما اتجوزتها ولا عرفتها. محمد عبد الله كمان واحد من اعز اصحابي، لا اعز صاحب ليا، كان دايما بيقول لي يا ابني انت هتبقى متاخر. يا عم اسكت بقى. شو مراتك؟ جوه. بص ازاي؟ عامل ايه؟ يلا يا ابراهيم، يلا يا ابراهيم، يلا يا ابراهيم. جوه يا ابراهيم يا جاز، يا ابراهيم يا جاز. صورة بقى كده مع الخسران. على فكرة الكاميرا كده مش مظبوطة. هات يا بيه شوية. عايزين نبان كاميرا اتنين شمال سنة يا جماعة. طب عمرو رايح خمس دقايق بس هنظبط حاجة في الإضاءة ونرجع من هنا. هاني اللمبة اللي ورا دي عاملة ريفليه في العدسة. لا يا عم لسه هتولع سيجاره. يلا بينا. في ايه انت كمان؟ لا كفايه لسه بدري جدا يا جماعه. يلا عامل وقت. اتاخرتوا ايه؟ اتاخر ايه؟ ما اتاخرش ولا حاجه. انت بتقول لك اليوم شويه في ايه؟ يا دوب استنى اوصلك يا عم. خليك يا عم. لا لا انا اوصلك يا عم. يلا اوف العربيه سخنت. سخنت من ايه يا محمد؟ مش عارف. تعال ننزل نشوف ايه. نشوف ايه؟ لازماكوا يعني. يعني هنعمل بيها مشوار كده ونبقى نشوف هنتصرف فيها. مفيش حاجه اسمها كده يا ابو الكباتن. انت دلوقتي ده اكبر مني.
عاوز اسال كل واحد فيكم سؤال واحد بس. جربت موت. طيب شكرا استاذ عمرو، احنا فرقتش النهارده يا جماعه، بكره كليب الساعه 9 صوفيا، محدش يتاخر. انا خايف يا محمد. ما تخافش من الصعب، الحلم هيقويك، واعمل للدنيا حاجه تفضل فاكراها ليك، طول ما الامل جواك هتكمل المشوار، والليل الحلم طول من بعده جاي نهار. الحلم مش كلمه ولا مشهد في منام، الحلم ده سكه العمر جاي قدام. ما تخافش من الصعب للايام.